صرح رئيس فريق عمل تخفيض النفقات المتكررة بشأن نظم المعلومات محمد علي القائد بأن أعمال الفريق انطلقت مباشرة بعد موافقة مجلس الوزراء بتشكيل فرق عمل حكومية لخفض النفقات المتكررة بناء على قرارات اللجنة التنسيقية. وقد بدأ الفريق عمله بتشكيل 4 فرق فنية فرعية، وقام الفريق بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لجمع المعلومات اللازمة التي تساعد الفريق على الخروج بأفضل التوصيات لتحقيق الخفض المطلوب. وأكد القائد أن استراتيجية عمل الفريق نابعة من توجهات الحكومة الموقرة للمساهمة في استقرار الوضع المالي واستدامة الموارد وجودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق انطلاقة تنموية جديدة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت. خفض النفقات المتكررة في مجال نظم المعلومات مباشرة باشر أعماله مع وصول التكليف ومع موافقة مجلس الوزراء المقر بناء على قرار اللجنة التنسيقية. تم توجيه خطابات إلى جميع الجهات الحكومية بجمع المعلومات المصروفات الموجودة في الجهات الحكومية، ما يتعلق بالأنظمة، ما يتعلق بالأجهزة الموجودة، وأيضا الإنترنت والاشتراكات مع الشركات. جمع المعلومات طبعا مستمر، معظم الجهات زودتنا بالمعلومات الموجودة. تم أيضا تشكيل 4 فرق فنية للمباشرة العمل، نطاقات طبعا عمل اللجان الأربع. أول لجنة، اللجنة المتعلقة بنظم المعلومات، الأجهزة والأنظمة خلينا نقول تراخيص الكمبيوتر، فدراسة هذه الأنظمة لتقديم الحلول المقترحة في دمج مثلا بعض الأنظمة أو تقليل النفقات أو تقديم حلول يعني تطور من العمل الحكومي وتقلل التكاليف. اللجنة الثانية كانت تعمل في مجال السياسات، خلينا نقول حوكمة المصروفات الحكومية، الدليل المالي، المناقصات، إجراءات الموافقة بين الجهات الحكومية مع الجهات المركزية الموجودة، تطويرها بحيث أن يكون في نوع من الضبط للمصروفات الحكومية. اللجنة الثالثة تتعلق بالهياكل التنظيمية، بحيث مثل ما نعرف التطوير الحكومي الآن مستمر وهناك طلبات كبيرة جدا من الجهات الحكومية للتوسع الإداري في مجال تقنية المعلومات لتقديم حلول تطوير العمل الحكومي في مختلف المجالات. فالهدف من هذه أن يكون في نوع من التكامل من الجهات الحكومية، الخبرات الموجودة في جهة ممكن يستفاد منها في جهات أخرى، والضبط التوسع الإداري حتى إحنا ما يكون في نوع من المبالغة في التوسع الإداري في مجال الهياكل. اللجنة الرابعة شوية عملها مختلف، متعلقة بالدراسات والبحوث وأفضل التجارب الدولية. كل ما يطلبه اللجان الثلاثة يتحول إلى هذه اللجنة من دراسات، من أبحاث، وأيضا التفكير خارج الصندوق، يعني تقديم حلول إبداعية بغض النظر عن ما هو موجود على الساحة من خلال أفضل مثل المبادرات الدولية، ما عملت شركات أخرى في خفض النفقات. فبحيث أن اللجان الأربع تتكامل وتقدم مرئياتها راح يكون إن شاء الله يعني خطة العمل المبدئية تعرض على لجنة الترشيد معالي الشيخ خالد بن عبد الله بعد شهر من تشكيل اللجنة، خلال 2 أسبوع، والتقرير النهائي راح يعرض على اللجنة التنسيقية بعد 2 شهر من تشكيل اللجنة، بعد تقريبا 6 أسابيع من اليوم.